من ضمن الأسئلة عاوز أسأل على شركة اعمل بيزنس اللي في المعادي في مجال السيلز. طبعا أي سيلز في الدنيا المفروض إن بيبقى مطلوب منك نوع من أنواع التارجت، ولو ما حققتش في خلال 3 شهور هيكون في احتمالية إنك تمشي. وده مش بس في اعمل بيزنس، ده في أماكن كتيرة جدا جدا، وده العادي، وده مش حاجة المفروض إنها تضايقك أو إنك تصاب فيها بالإحباط، ولكن دي من ضمن الامور اللي ممكن تاخدها كستيب. بتروح ممكن لو انت مش حابب المجال ده ممكن تسالهم لو عندهم منسق تدريب او خدمه عملاء، دي من ضمن الوظائف اللي ممكن تشتغلها هناك. ولكن انا نصيحتي لو انت مش حابب مجال السيلز بلاش تشتغله، سواء في اعمل بيزنس سواء في اي مكان اخر. نصيحتي في هذا الشان بلاش نضيع وقتنا في شغلانه والناس بتدخل تقول لك انا تعبانه وحاسه بالاحباط فيجب ان ناخذ كل هذه الامور في الحسبان بدل ما يتم هذا الموضوع، علشان يكون بالنسبة لنا واضح. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله تعالى.